animation et d'enfant. افترض انني باغي نعمل واحد الجدادة او واحد البطاطا لنفترض انني عندي هنايا موضوع خلينا نتكلم عليه لإضافة مربعات عندي انسكسيون عندي فوق يمكن لي نعمل إضافة سهل أو إضافة مربع أو أي شيء شكل من الأشكال اللي كاين هنا كان بإمكان ديالي نعمل هذا كنعملو كنترول سي كنترول في اللي هي كنترول كوبي كنترول كولي كنعمل عدة مناطق الكتابة أو لا كان بإمكان ديالي نكليكي نضغط على كنترول ونبقى ضغط على كنترول وكنجا من هاد الطريقة كيمكن لي نعمل نسيليكسيوني عدة مربعات ونفس الشيء بحال اللي كنعمل كنترول سي كنترول في كيمكن لي غير كنضغط كنبقى ضغط على كنترول وكنضغط على المنطقة اللي باغي نعمل لها كوبي وكنجا دونك لنفترض ان عندي شكل بهذه الطريقة هذه أول حاجة نعمل انسكسيون تأسهم ملي كنضغط على الشكل تاع السهم ملي كنمشي فوق المربع كيعطيني ربعة تاع النقط بعض الأحيان أكثر على حسب الشكل كنضغط في وسط النقطة هنايا الآن كنلقى بلي أن السهم ديالي عطاني بلي أن البداية ديالو من بداية النقطة كيمكن لي نجر لابوانت تاع السهم وكناخدها من النقطة الأخرى الآن ملي كنحرك المربع كنلقى بلي أن السهم كيتحرك على حسب المربع اي مربع تحركته كتحرك مع السهم بحال لصقت السهم مع المربع كنشوف هنا ملي كنعمل نبدا في الرص كيعطيني هنايا اوتي تاع الدسان وكيسهل لي المأمورية في عوض انني مابقى نمشي انسيرسيون كنقلب على لي زوبجي اللي نعملهم انسيرسيون كنلقاهم متواجدين امامي هنايا دونك كيمكن لي نضيف سهم الان غادي نعمل شيء مختلف غادي ما نزولش يدي على لاسوغي غادي نضغط هنايا وكنخلي يدي على لاسوغي وكنمشي للمنطقة الاخرى باش كنعمل ان ليا ما بين المربع والمربع نفس الشيء غادي نعملو من هذا لهذا ما غاديش نزول يدي على لاسوغي حتى كيظهروا النقط ملي كيظهروا النقط كنلقى بلي ان هذيك النقطة كتعمل بحال المغناطيس البداية من هنا والنهاية هنا بعض الأحيان كنغلط كنعمل بحال هاد الطريقة هادي الآن أجي نشوفو شنو كيصرى ملي كنغير نحرك هذا كنلقى بلي أن السهم ما كيتحركش مع المربع للتصحيح كناخد النهاية نتاع السهم أو البداية ديال السهم وكنمشي حتى أنه يلصق مع النقطة الان ملي كنبغي نعمل لانيماسيون كنبغي بلي ان هادي كتظهر الاول من بعدها كنبغي بلي ان هاد الاسهم كيظهروا من بعد وهادي كتظهر من بعد وهكذا دونك كيمكن لي نمشي نضغط على هادي كيمشي الانيماسيون وكنعملو ظهور اما اباريتر واما فوندو الاسهم بغيتهم انهم كيظهروا بواحد الطريقه اللي هي انه كيبدا شويش عليه كيظهر حتى يرجع يبدا يوصل لهنايا ملي كنمشي كنشوف بالاضافه الى هادو اللي هما مهمين اللي كنستعملو من بعدها كنستعملو هذه اللي هي بالي اللي كنقلب على بالي كنلقى بلي ان السهم بدا من هنايا والظهور ديالو ومشى
من هذا الاتجاه اللي هو انا باغي العكس ديالو. كيمكن لي نتحكم في الخصائص ديال الاتجاه هنايا، كنلقى بلي ان الاتجاه كيقول لي من تحت الى الفوق. غادي نشوفوا الخصائص اللي كاينه، عندي عده خصائص، اما كنمشي من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، او من الفوق للتحت. اذا اختاريت هذه الخاصيه من الفوق للتحت كنلقى بلي ان المسائل صلحت. يمكن لي نختار نفس الشيء هنايا، انيماسيون بالايي، كنغير الاتجاه من الفوق للتحت، امور تقدت. هذه كنعمل لها نفس الشيء اللي عملت لهادي، هادي ملي كنضغط عليها كتقول لي ها هو لانيماسيون اللي عملت عليها. يمكن لي نضغط على هادي كنعمل لها فوندو، كنضغط على هادي كنعمل لها فوندو، كنضغط على هادي كنعمل لها نفس الشيء اللي هو بالاي، كنغيرو الاتجاه، كنمشيو لهادي نفس الشيء بالاي، كنمشي لهادي من فوق لتحت، كنمشي لهادي فوندو، كنمشي لهادي فوندو. ملي كنجيو نشوفو دابا الان لا بريزونطاسيون، كنلقى ملي اني كنضغط كتظهر الاولى، كنضغط كيظهر السهم، الان ملي بغيت نغير، بغيت نغير في الترتيب ديال الظهور وفي الطريقة ديال الظهور. بغيت ان هذه كتظهر اولا بلا ما نضغط على لا سوري، دونك بدون الضغط على لا سوري، بغيت ان هذه كتظهر، يعني هذه ما كتظهرش في المرتبة الاولى، كتظهر في المرتبة صفر. من بعد كنضغط على لا سوري، وملي كنضغط على لا سوري كتظهر هادي وهادي في نفس الوقت، وملي كيسالي الظهور ديال هادو في نفس الوقت كتظهر هادي وهادي في نفس الوقت. اول شيء كنمشيو نظهروا الفولي دانيماسيون، لانه هو اللي غادي يمكن لي انني نتحكم في الانيماسيون. فولي دانيماسيون، اول شيء الانيماسيون رقم واحد بغيتها تظهر اولا، يعني بدون ضغط انني نضغط على لا سوري، كنمشي نكليك هنايا بدون ضغط على لا سوري كيرجع الترقيم ديالها صفر. الاولى والثانيه بغيتهم يظهروا في نفس الوقت، كيظهروا في نفس الوقت، ولكن هذه وهذه كيظهروا مع رقم واحد، ولكن ينتظروا انتهاء ظهور الأسهم، لأن إلى عملناهم كيظهروا في نفس الوقت اون فا فيغ ليغوغ بو فواغ. دابا عملنا هادي وهادي 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 انهم يظهروا في نفس الوقت. شيفت اف 5، هذه ظهرت بلا ما نضغط على الكلافي. هنا اللي كنشوفو، كنشوف بلي ان هادو ظهروا وهادو ظهروا، وهذه الانيماسيون مازال خدامه، ما كاين فيها حتى شي مشكل، ولكن كان بامكان ديالنا اننا نعملو احسن. كنمشي لهادي، هاد الزوج هادو كنخليهم انهم ينتظروا حتى كتسالي الانيماسيون تاع الاسهم، عاد كيظهروا. دونك كنضغط على هادي كنقولها تنتظر انها تتسلى اللي قبل، ومن بعد هاد الاثنان كيظهروا في نفس الوقت. نشوفوا الاختلاف الان، هادي كتظهر بدون مشاكل، كيظهروا الاسهم، وملي كيسالي الانيماسيون تاع الاسهم كيظهروا عندي النقطتين الاخريات. من بعد كنعمل نفس القضيه، هادي كينتظر انني نضغط، وهادي كتظهر معها في نفس الوقت، هادو كيظهروا في نفس الوقت، ولكن كينتظروا انني حتى كنسالي اللي قبل، ماشي هادي خاصها تعطيني الساعة. الان نشوفو الانيماسيون ديالنا، هادي كتظهر، كيظهروا هادو، كيظهروا هادو، كتكون سالات الانيماسيون ديالنا.
في لانيماسيون ديالنا الاسهم هادو كاين او اي شيء في لانيماسيون كاين كلي نتحكم في الوقت ديالو، اما كنعملو سريع ولا كنعملو بطيء. الا بغيت نعمل انني نبطئ لانيماسيون ديال هاد الاسهم هادو، فين هما هاد الاسهم هادو؟ عندي هما، ملي كنضغط على السهم كيعطيني المكان ديال لانيماسيون، هو رقم واحد واللي تحته. التوقيت ديال الظهور تاع لانيماسيون هو هذا اللي هو توقيت سريع. كيمكن لي نمشي هنايا وكنلقى عاودة كاين مينوتاج، في المينوتاج كنلقى نفس المسائل اللي هي هنايا 0.5 سكوند اللي قال لي اصلا هنايا بلي تري رابيد. كيمكن لي نمشي هنايا وكنضغط على هاد السهم هذا كنرجع لانيماسيون ديالو تكون ثقيلة. اجي كنشوف دابا لانيماسيون تاع السهم هذا ثقيلة، ولكن لانيماسيون ديال السهم هذا خفيفة. كنمشي كنشوف ملي ضفت في التوقيت كنلقى بلي ان هنا كيعطيني السرعة ديال الظهور نتاع كل انيماسيون. اجي نشوفو شنو عملنا. غادي نلقى بلي ان السهم اللي على اليمين ظهر بسرعة والسهم اللي على الشمال كان عاد مازال كيظهر. دونك يمكن لي نعمل لهم نفس التوقيت، كي السهم اللي على اليمين كي السهم اللي على الشمال، نعطيهم نفس التوقيت. كنشوف بان الان كيظهروا في نفس التوقيت، وملي كيسالي الظهور ديال هادو كتبدا الظهور ديال اللي من بعدهم هادي وهادي. كنلقى بلي ان هاد لا ليني هذا هي تاع الوقت تاع الظهور. كنمشي كنشوف دابا كيظهروا بشوشه ليهم هادو بسرعه. كان بامكان ديالي هادو وهادي نسيليكسيونيهم بزوج، لانني سيليكسيونيتهم بزوج كيمكن لي انني نضيف فيهم مره واحده. كيفاش كنعمل باش نسيليكسيونيهم بزوج؟ كنضغط على الاولى، كنضغط على كونترول، كنبقى ضغط على كونترول وكنضغط على الثانيه، كنلقى بلي ان الاثنين الان كيمكن لي نعمل عليهم التغيير. كنمشي كنشوف دابا الانيماسيون ديالي، كنلقى بلي ان هادي كتظهر، كيظهروا هادو ثقيل، كيظهر هادو ثقيل. كنرجعو السرعة عادية، كنمشي دابا الآن نسيليكسيونيهم بربعة، واحد السرعة في عوض 0.5 عملتهم واحد. كنشوفو ها الأنيماسيون ديالي، الآن أمور مقدمة.